خليني بقى اروح مع حضراتكم لفقره السوشيال ميديا النهارده وسؤال الحلقه. انا ليه دايما انا اللي بقول سؤال الحلقه؟ والله كل شيء يعني بصي كل شيء نصيب وكل واحد بياخد رزقه، وبعدين السؤال بيطلع حلو. نفسي مره تقول انت سؤال والله بيطلع حلو. قصدي كانت هتبقى حلوه منك. سبعينك انت. في معانا خبر لحضراتكم برضو تابعته، حمله مجلس القومي للمراه، وهي حمله محترمه جدا عاملاها، بتتكلم حمله لاني رجل، لاني رجل انا هقف ضد العنف بكل اشكاله الخاص بالمراه. ف ايه بقى السؤال؟ السؤال النهارده موجه، معلش ما تزعلوش مني، بس النهارده للرجاله الاهلاويه فقط، او للرجاله جمهورنا اللي بيتابعنا فقط مش للسيدات. حضرتك كرجل من وجهه نظرك شايف ايه نوع العنف اللي ممكن تكون بتتعرض ليه اي امراه في محيط اسرتك، او حضرتك ضده عامه في مصر، او حتى هنتكلم في العالم، مش لازم يكون بس في مصر، ما بنتكلمش عن السيدات المصريات فقط يعني. ايه نوع العنف اللي حضرتك شايفه يعني متواجد في محيط اسرتك وبترفضه كمان لاي مراه في العالم؟ انت بتتكلمي على عنف يعني داخل محيط الاسره، ولا العنف اللي بتتعرض له المراه عموما في المجتمع وفي الشوارع؟ العنف اللي بتتعرض ليه المراه في محيط اسرتك ايه هو؟ وفي نفس الوقت اللي حضرتك بترفضه، نوع العنف ده حضرتك بترفضه في المجتمع كله في العالم كله. يعني مثلا على سبيل المثال ممكن حد يجي يقول انا ضد مثلا العنف، فكره هنا ان الاسره تبقى متزمته ان البنت ما تروحش تمارس رياضه، ما ده عنف يعني؟ ده كان جزء على فكره من الحمله اللي هي بتاعه المجلس القومي للمراه، بتقول لك لاني رجل انا هشجعها ان هي تمارس الرياضه. فده عنف، فكره ان بعض الاسر على سبيل المثال بترفض ان بنتهم تمارس رياضه، ده نوع من انواع العنف. اصل العنف مش بس عنف جسدي. طبعا. ده نوع مثلا. فحضرتك شايف ايه نوع العنف اللي ممكن يكون موجود في اسرتك وبترفضه، وفي نفس الوقت انت نفسك ان هو كمان يختفي؟ فابعتوا لنا من دلوقتي لاخر الحلقه، هنخصص يعني وقت محترم علشان نناقش ده مع حضراتكم، لان احنا الغرض دايما التوعيه. بالنسبه للعنف اللي داخل اطار الاسره هنسيب حضراتكم طبعا تبعتوا لنا تجاربكم الشخصيه والحياتيه في هذا الاطار. بالنسبه للعنف احنا اتفقنا ان العنف ده مش بالضروره يكون جسدي بس. طبعا. بالنسبه للعنف اللي ستات كتير بتقابله في الشوارع، يعني هقول لك انه ابتداء من النظره البايخه. صح. ناهيكي عن التعليقات الرذله، ناهيكي عن الناس بقى اللي ممكن الموضوع يتطور معاهم اكتر، بس في نظره لوحدها عنيفه.